يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توسل العبد بعمله الصالح عند الله فما هو مصير عمله الصالح؟ هل ينفد وينقص؟ وهل له أن يدعو به مرة أخرى؟ لا بأس بذلك، والله غني كريم سبحانه وتعالى، لا ينقصه من عمله شيء، وهذا عبادة لله، سؤال الله عز وجل والتوسل إليه بالعمل الصالح عبادة لله. نعم.